ميلاني غريس فرانسيس بالحزام الأحمر لاعبة فريق يو إف سي جيم، وأنا بياترز من فريق شباب أهل دبي بالحزام الأصفر. هجوم جميل من ميلاني، نقطتان في محاولة لإنهاء هذا النزال سريعا. ميلاني في الدقيقة الأولى نعم تنهي النزال في أول 15 ثانية من عمر هذا النزال. ميلاني غريس تنهي النزال وتخضع آنا بياتريس.